تحول بكم الآن إلى المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، حيث تتواجد الزميلة أمال لاكال. أمال، أهلا بك، تفضلي. أهلا مشاهدينا الكرام، أهلا زميلي رياض. نحن مباشرة بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. أي الصفحة 65 من كتاب السنة الأولى متوسط، أقول مادة الجغرافيا. وللمزيد من التفاصيل حول الجانب التقني من إعادة طبع هذه الورقة أو الصفحة، تحضروا معنا السيدة نوارة حسين مديرة النشر دائما بالمؤسسة. سيدتي، هل من مزيد من التوضيحات حول الجانب التقني لاستبدال هذه الصفحة، ولماذا الصفحة وليس الكتاب؟ إذا تم استدراك، كما قلت سيدتي الكريمة، تم استدراك الهفوة التقنية التي وردت في الصفحة 65 من كتاب الجغرافيا للسنة الأولى، وتم استبدال الخريطة التي وردت فيها كلمة إسرائيل، وغيرناها تحت إشراف لجنة التأليف والاعتماد من طرف الوزارة بخريطة أخرى تتضمن الدولة الفلسطينية. وتم سحب 870 ألف صفحة، نسخة من هذه الصفحة سوف تبعث إلى كل المؤسسات التربوية المتواجدة على كل التراب الوطني، أي في كل الولايات، ويتم لصقها بحيث تنزع الورقة التي وقع فيها الهفوة لكي تستبدل بالورقة المصححة، وهذا لكي نطمئن كل الأولياء وكل التلاميذ أن الكتاب هو مثال من هذا الكتاب، بأنه لن يوجد فيه أي خلل، حيث أننا تشاورنا مع المدراء المؤسسات التربوية وأعطيناهم التوصيات اللازمة لكيفية لصقها بحيث لا يكون هناك أي أثر أو أي خلل فيما يخص الكتاب. وتم سحب هذه الورقة على عاتق وحساب المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وذلك لكي ليسن كأنه اعتذارا منا على هذه الهفوة التي حصلت نظرا لضيق الوقت، نظرا للضغط الكبير، بحيث أننا قمنا بإنجاز 11 عنوان للطور الأول من التعليم المتوسط خلال 4 أشهر، بما فيه شهر رمضان الذي عملنا فيها ليلا نهارا. سيدتي، وقعت هذه الهفوة الكتابة الصغيرة جدا، ولم تتمعن لجنة التأليف في كل الأسماء الواردة. هنا سيدتي، هل نفهم من خلال تصريحكم أن هناك اعتراف ضمني أن الخطأ أنتم من يتحمل مسؤوليته؟ أنيستي الكريمة، كل حسب تخصصه، هناك مسؤوليات ولكن الكل يتحمل المسؤولية حسب تخصصه، لأن المؤسسة الوطنية غير مختصة في البيداغوجيا ولكنها متخصصة في التصميم والنشر. كل واحد، والتحقيق جاري وسوف يبين كل المسؤولية وكل حسب التخصص فيه، لأن في الكتاب هناك عدد من المجموعات اللي عملت على هذا الكتاب. أما فيما يخص أعطيتني الفرصة فقط لكي أعبر عن بعض الأشياء، لأن في بعض المواقع الإلكترونية قالوا أن هذه الهفوة التقنية التي وردت سهوا منا بأنها اعترافا بالكيان الصهيوني، وهنا نقول لهم ليس هذا، ولن تكون هذه الهفوة سببا ليشكك الناس أو الرأي العام في وطنيتنا أو في شعورنا التضامني بالقضية الفلسطينية. والدليل على ما يوجد في الكتاب التربية المدنية
صفحة 22 مثلا، أين نفضح الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل، وحيث نقول نصا وصورة جدار الفصل العنصري يقدم الدليل المادي على عنصرية الكيان الصهيوني. في دائما في نفس الكتاب صورة غير واضحة وتعبر عن نفسها بحجم الخريطة أو أكثر وأكثر وضوحا، أين النص يقول يأخذ العنف أبعادا أخطر عندما تتبناه الدول، من ذلك مثلا العنف الصهيوني في فلسطين. والصورة تعبر عن نفسها لكي نقول أننا دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية. وأيضا وأخيرا اسمحي لي على الوقت، ولكن كنت أود لأن أوضح هذا للرأي العام. مثلا ضمن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية انطلقت فعالية الأسبوع الثقافي الفلسطيني في الجزائر 27 أفريل 2006، والنص حتى نقول تصب في تجليد النضال الفلسطيني والدعم الجزائري للقضية الفلسطينية. والصورة أيضا تعبر عن نفسها، أين يوجد العلم الجزائري والعلم العلم الفلسطيني، وأين مكتوب نحبك يا فلسطين. فالناشر الذي ينشر أو المنظومة التربوية التي تنشر هذا الكتاب لا يمكن لها أن تستعمل خريطة لاعتراف بدولة أو بكيان كنا دائما ضده. هذه وكما أغتنم أيضا الفرصة لأقدم كل الاعتذارات، وحتى وإن كان خطأ غير عمدي نقدم كل الاعتذارات باسم المؤسسة الوطنية، باسم عمالها، باسم إطاراتها، باسم رئيسها المدير العام، للشعب الفلسطيني أولا، للرأي الجزائري ثانيا، للتلاميذ والأولياء وحتى الرأي العربي. ونقول لهم دائما نحن مع القضية الفلسطينية أمس اليوم وغدا. إذا زميلي رياض، زميلتي، كانت معكم السيدة نورة حسيني مديرة النشر بالمؤسسة دائما. إذا نعلم الجمهور أنه تم طباعة الصفحة التي ورد بها الخطأ المطبعي، لكن السؤال المطروح الذي يطرح نفسه، هل بطبع هذه الصفحة ستنتهي متاعب وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط من المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية؟ كانت معكم أمل لاكل.